الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأى الحالم شجرة الصبار في المنام دليل أنه يقوم بارتكاب الذنوب والمعاصي، وعليه أن يتوب لله عز وجل. وهناك تفسيرا آخر أن من يرى شجرة الصبار في المنام يحتاج إلى الصبر، لأنه سيمر بمحن ومشاكل كثيرة في حياته، والله أعلم. في حال رأى الحالم شجرة الغار في المنام يبشر بالخير الكثير لصاحب الرؤيا، والله أعلم. يدل شجرة الغار في المنام على الرفاهية والتسلية، وكذلك ممارسة الهوايات لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية شجرة النبق بصورة عامة في المنام من الأحلام التي تشير على الخير والسوء، بحيث إذا رأى الحالم شجرة النبق يدل على زوال الحزن والهموم البسيطة في حياته، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة، والله أعلم، دليل أن المرأة سوف تحقق أهدافها إن شاء الله تعالى. عندما ترى الفتاة العزباء شجرة النبق في المنام يدل على تغيير إيجابي في حياتها بإذن الله، والله أعلم.